اليوم إن شاء الله حنعمل الحاسة الحجازية، مشهورة أكثر شيء في المدينة، مرة لذيذة ودحين وقتها مع الأجواء الباردة. طبعا هي أساسا سمنة أو زبدة، أنا أحب أحط معاها زيت شوية، هذا اختياري، لو ما تبي تحطيه مو ضروري، بس أنا أحب أحط الاثنين مع بعض عشان لا ينحرقوا. الدقيق يعني هو دقيق أبيض، تحبي تخلطي أسمر مع أبيض، تحبي تحطي دخن برضو زي ما تحبي. عندنا هنا تمر خلاص، هذا اللي يجي مكبوس شلنا منه النوى، وتبغي تستخدمي المعجون برضو عادي زي ما تحبي، بس ألذ بالتمر ده. وعندنا هنا هذه الخيارات اللي هي النكهات، تقدروا تحطوا هيل، تقدروا تحطوا قرفة، بس هي أساسها الهيل، وأي بهارات تانية كلها حسب الرغبة. تقدروا تحطوا حبة البركة، سمسم أو أبيض أو محمص، هذا ححمص أنا كمان. وعندنا هنا لوز محمص، فانتوا حسب ما تحبوا، تقدروا انكم ما تحطوا، يعني تقدروا ما تحطوا السمسم ولا حبة البركة ولا اي نوع مكسرات، تكتفوا بس بالهيل. تبوا تحطوا هيل مع بهارات معمول، زي ما تحبوا. مرة سهلة ومرة لذيذة. عندنا طاوة هنا تكون عميقة شوية عشان تصير سهل علينا لما نقلب التمر، وطبعا لازم نستخدم ملعقة خشبية عشان ما نجرح الطاوة حقتنا. هنبدأ أول حاجة نشغل النار، شغلتها على نار عالية، نحط الزبدة مع الزيت عشان ما تنحرق الزبدة، لأنه نبغى نعطي وقت للدقيق يتحمص ويستوي، ما نبغى إنه تنحرق الزبدة والدقيق لساعة وما استوى. نستناهم يسيحوا ونبدأ نضيف عليهم الدقيق كأننا بنعمل بشاميل. الحين راح نضيف الدقيق. الحين راح نوطي النار عشان احنا ما نبغى الدقيق ينحرق، نخليها من متوسطة لعالية. لو تبغوا تقلل الدهن في الحيسة تقدروا طبعا انكم تشيلوا الزيت، تكتفوا بس بالزبدة، او تزيدوا مقدار الدقيق برضو زي ما تحبوا، بس انه حتطلع هذه الخلطة تقيلة شوية، وهي يعني الأفضل إنها تكون زي كده رخوة، ما تكون كأنها عجينة. تقعدوا تقلبوا فيها لين تشموا ريحة الدقيق الحلوة وهو بيتحمص، ما تخلوه مرة كمان يصير غامق. انتوا حرار لو تبوه يكون غامق زي الحلاوة التركي عادي ما يضر، بس يعني هي تكون الدقيق يشقر شوية بدون ما يغمق مرة. خلاص الحين طلعت ريحة الدقيق وتحمصت، الحين راح نضيف عليها التمر اللي قلت لكم عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والنار نهديها زيادة، يعني احنا قلنا النار نخليها من متوسطة لعالية، الحين نخلوها من متوسطة لهادية. نبدأ نخلط التمر مع الدقيق. الحين راح أضيف اللوز اللي حمصته، الهيل، حتى كمية الهيل حسب الرغبة قديش انت تحبي تحطي على كيفك، وهذا السمسم برضو حمصناه. وخلاص نقلبهم مرة كويس وخلصنا الحيسة. تتاكل دافية أو باردة مع حليب أو مع قهوة، مرة يمي وبالعافية. نفسي نقول لكم الريحة وتشموها. طيب من هنا هذه السنابات ما لها علاقة بالوصفة حقتنا، فإذا تبي تعمل سكيب براحتها. هذه الأشياء الشعبية زي الحيسة، العريكة، الحيسة اللي بالدخن تذكرني بستي مرة، ما تتخيلوا إنه كيف كل شتاء لازم ترسل لي من الحيسة دي او اللي بالدخن او العريكة حقتها. هي بستعملها بالسمنة مو زينا كده بالزبدة، بس ألز 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 حيسة. هذه طريقتها ترى حقتها، تدوقها من يدها كل شتاء تشيلها، بالذات لما كنت ساكنة في الخبر عشان هناك
البرد يكون يعني مو زي جدة، يكون مرة برد قوي، وهي تعرف البرد هناك كيف. ترسل لي هي من جدة مسكينة، تقعد تعمل لي هي كم نوع كده وتقول لي اشربيها مع حليب دافي، لا تقعدي كده بدون ما تاكلي اشياء تدفيكي. فكل ما اسوي هذه الوصفات اتذكرها حبيبتي، الله يطول في عمرها يا رب حبيبة قلبي. احن ما اوصف لكم المشاعر الفياضة اللي من تجوا تاكلوا دي الاكلة، ريحتها وطعمها دفاوتها مرة شيء لذيذ. المقدار بالكامل عمل لي هذه العلبة وهذا الصحن بالضبط. فالبلدان اللي عندهم الجو مرة بارد ترى عندكم بس تغطوه وتخلوه برا يقعد تقريبا أسبوع بالعافية بالعافية، هذه إذا قعد إذا ما غلق في نفس اليوم. أما لو زي عندنا هنا الجو مو مرة بارد، ما تفتح المكيف في المطبخ دائما، مطبخك مو مرة دايب بارد حطيها في الثلاجة، وكل ما تبغي تاخدي منها حطيها في الميكروويف تتسخن سريع وبالعافية عليكم، شيء مرة طعم.